بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في ميناء الإسكندرية أقدم الموانئ المصرية، والذي سيصبح إن شاء الله بتوجيهات سيادتكم درة موانئ البحر المتوسط. اليوم سنتشرف بتفقد سيادتكم أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية على أرض الواقع، وعرض ما يتم تنفيذه في موانئ الدخيلة والمكس، والتي بالانتهاء منها في نهاية عام 2024 إن شاء الله سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط. ولتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، والذي وجهتم سيادتكم بتنفيذه، وذلك بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وأهمها محور السخنة الإسكندرية، مروراً بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات. لذا كان لزاماً علينا أن نضع خطة لتطوير كافة قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها، وتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مروراً بمنظومة النقل متعدد الوسائط كالآتي: النقل البحري، إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومتر بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 متر، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كيلومتر، لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليون طن سنوياً حالياً. النقل البري، إنشاء 7000 كيلومتر طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30000 كيلومتر، وإنشاء 22 محور وكوبري على نهر النيل ليصل الإجمالي إلى 60 محور وكوبري، بالإضافة إلى إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق على الشبكة ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق. النقل السككي، إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى تطوير الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12000 كيلومتر، قادرة على نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون راكب حالياً، و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4.5 مليون طن حالياً. النقل النهري، تطهير وتطوير وتكريك 3125 كيلومتر مجاري مائية، وإنشاء 3 مواني نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري. المواني الجافة والمناطق اللوجستية، إنشاء 8 مواني جافة و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 مليون حاوية مكافأة سنويا، بالإضافة إلى تطوير 7 مواني برية على كافة الحدود المصرية. ونظرا لأن الوقت لا يتسع العرض أوجه التطوير بشكل كامل في كل هذه المجالات، وسنتناولها في مناسبات قادمة بإذن الله، سنركز اليوم على تطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط بمنطقة المكس وبعض عناصر منظومة النقل متعدد الوسائط، والتي تنفذ لصالح ميناء الإسكندرية الكبير وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية كنموذج لكافة الموانئ المصرية كالآتي: إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة في نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وترانزيت، مع مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة، مما يسمح بتحويل الميناء لمركز إقليمي لخدمة تجارة الترانزيت، مع ربطها بشكل مباشر بميناء العين السخنة عن طريق القطار الكهربائي السريع، لخلق محور نقل ولوجستيات لخدمة التجارة العالمية كالآتي: إنشاء جراج متعدد الطوابق من 5 طوابق بإجمالي مساحة 75000 متر مربع يستوعب 4000 سيارة. ده شكل الجراج يا فندم بعد تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، وإن شاء الله جاهز لافتتاحه إن شاء الله بإذن الله مع باقي الميناء أثناء اكتمال تطويرها إن شاء الله.
إنشاء وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 ل 62 بتكلفة مالية 7 مليار جنيه وطاقة استيعابية من 12 إلى 15 مليون طن سنوياً بإجمالي أطوال أرصفة 2.5 كيلومتر وأعماق تتراوح من 14.5 إلى 17.5 متر بمساحة تخزين 560 ألف متر مربع. ده منظور يا فندم للمحطة إن شاء الله بعد انتهاء تنفيذها، وده شكلها الحالي. وصل نسبة تنفيذها 75% في أقل من 14 شهر، وده منظور من اتجاه أو شكل حقيقي من اتجاه آخر، ثم ده شكلها من اتجاه الغرب. إنشاء رصيف 85/3 كمحطة تفريغ وتداول الأخشاب بطول 433 متر وعمق 15.5 متر بتكلفة 400 مليون جنيه ويسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن. ده منظور للرصيف، ده شكله الحالي يا فندم بنسبة تنفيذ 90%، باقي فقط الجزء الأخير اللي على الشمال ده اللي هو جونة اللانشات. إنشاء ساحات التخزين الجديدة على مساحة حوالي 50 فدان من أراضي ظهير الميناء شرق طريق المكس شمال طريق المكس، بما يسمح بتداول 3 مليون طن بتكلفة 305 مليون جنيه. وده يا فندم كل الأراضي اللي كانت موجودة سواء أراضي دولة أو أراضي مملوكة لآخرين تم شرائها بالكامل ورمها إلى الميناء لتعظيم ساحات التخزين اللي كانت محرومة منها ميناء اسكندرية. وده شكلها حاليا يا فندم الجزء اللي بيخلص على طول بنشئه وبنأجره أو بنديره بنفسنا، بقى شكلها النهاردة بالمنظر ده. إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، طول الرصيف 1800 متر وعمق 17 متر وظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه. ده منظور للمحطة إن شاء الله يا فندم بعد انتهائها. وده النهاردة يا فندم وبقالنا أسبوع تقريبا خلاص الحمد لله الكراكة بتردم بتكون الرصيف، بتجيب الرمل اللي بيطلع من الممر الملاحي اللي احنا بنكركه دلوقتي ونعمقه لميناء اسكندرية أو ميناء اسكندرية الكبير علشان ننشئ بيه رصيف 100. إنشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بين رصيفي 91 و92 بميناء الدخيلة بطول 1150 متر وعمق 15 متر وساحة تخزين 300 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه. ده شكل المحطة فن المنظور ليها. إنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بطول 540 متر وعمق 16 متر وساحة تخزين بمساحة 188 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه. بننقل يا فندم كل الفحم وكل خردة الحديد وكل الحاجات اللي بتيجي غير نظيفة من ميناء اسكندرية عشان تبقى ميناء كلها نظيفة، وبنجمعها في ميناء الدخيلة برضو في مكان أيضا يعني مسيطر عليه ومؤمن بحيث يبقى برضو ميناء نظيفة خضراء. ميناء المكس، إنشاء الميناء الأوسط بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة في منطقة المكس بأطوال أرصفة 3.5 كيلومتر وساحات تخزين بمساحة 3.5 كيلومتر مربع بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه. ده شكل الأرض يا فندم اللي سيادتك وإحنا أثناء العرض على حضرتك سيادتك على طول لاحظت إن في هنا صخور ومنطقة صخرية بين ميناء إسكندرية وميناء الدخيلة. سيادتك وجدت إن إحنا نعمل الدراسات وننشئ هنا ميناء المكس، ودي ما بين أرضنا وده جزء برضه خاص بوزارة النقل، وإن شاء الله يا فندم الدراسات شغالة دلوقتي مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ في تنفيذها وتنتهي بإذن الله برضه في 24 مع باقي يا كامل تحت أمرك. مال ده إيه؟ دي سيادتك جنوب طريق المكس تواجدات اهالي فن، ولكن الناحيه دي وده ده فنار بتاع ميناء اسكندريه تبعنا والحاجات دي تبعنا، ولكن سيادتك دي مساكن اهالي كل ده هيتشال يا فندم وهنستغل كل الكلام ده وننشئ الرصيف في المنطقه دي كلها. اللي هيتشال يا فندم ده اللي هيتشال؟ لا يا فندم ده اللي قدام ده
زائد الجزء ده هنعدل الفنار ونشيل الحاجات دي ويبقى ده الظهير الخلفي للمينا وننشئ الرصيف ستة كله في الميه هنا بالرد. انا بس عايز اقول لك ان احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده قلنا ان احنا ممكن نعوض الناس كويس. تمام يا فندم. عشان لا عشان المينا لازم الظهير الخلفي بتاعه يبقى ظهير مؤمن تماما. تمام يا فندم. بس بانتهاء يا فندم هذه المشروعات في الموانئ الثلاثه سيكون مينا اسكندريه الكبير به 87 رصيف باطوال حوالي 25 كيلو باعماق من 8.5 الى 20 متر. محاور النقل متعدد الوسائط دي يا فندم لوحه بتوضح كافه وسائل النقل اللي بتخدم مينا اسكندريه الكبير سواء المحاور والطرق اللي موجوده باللون الاحمر دي او خطوط السكك الحديديه والنقل النهري. دي السكك الحديديه الحاليه ده يا فندم النقل النهري وان شاء الله يا فندم هيكون زي ما عندنا مجرى ملاحي لترعه النوبريه الى مينا اسكندريه هيكون عندنا ان شاء الله يا فندم مصرف الماكس ده جاري تطهيره وتطويره بالتنسيق مع وزاره الري بالاضافه لترعه طبعا النوبريه بحيث ان ايضا مينا الماكس ان شاء الله يكون بيخدمه ممر ملاحي يبقى عندنا ستك كل وسائل النقل سواء البري او السككي او النهري بتخدم ان شاء الله باذن الله كل مكونات مينا اسكندريه الكبير. اولا تطوير منظومه النقل البري. انشاء وتطوير عدد ثلاث محاور مروريه حره للربط مع محور التعمير مرتبطه بساحات للدخول والخروج ومزوره باجهزه الفحص والتامين بزياده معدلات التداول في المينا والقضاء على التكدس المروري. ده يا فندم محور الدخيله وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبه 100% بطول 4.5 كيلو بتكلفه ماليه 816 مليون جنيه. ده محور 27 تم الانتهاء من تنفيذه بنسبه 100% بطول 2.4 كيلو بتكلفه 450 مليون جنيه. ده يا فندم محور 54 ايضا تم الانتهاء من تنفيذه بطول 2.2 كيلو بتكلفه تقديريه 905 مليون جنيه. دي يا فندم لقطه اخرى من اتجاه البحر. ده يا فندم المحور رابط مع محور التعمير هنا وجاي معدي شارع الماكس. ما نسيناش نربط يا فندم المحور ده زي ما هنربطه مع المينا بالمنزل ده ربطناه بشارع الماكس يا فندم ليخدم كافه التحركات الاخرى غير التحركات اللي داخله الى المينا. ده يا فندم برج تحيا مصر اللي اصبح الحمد لله ملك هيئه مينا اسكندريه والمناطق الفاضيه دي كلها يا فندم دي اللي احنا اشتريناها واخذناها وضمناها الى المينا لزياده الساحات التخزينيه للمينا. ثانيا تطوير منظومه النقل بالسكك الحديديه. جاري اعاده تاهيل شبكه السكك الحديديه داخل المينا وربطها بجميع الارصفه والمحطات داخل الميناء للربط مع خط القطار الكهربائي السريع وتجديد الاحواش والسكك طبقا للمعايير الهندسيه العالميه. وسنتشرف اليوم بتفضل سيادتكم بتدشين احدث وسائل النقل بالسكك الحديديه التي تعاقدنا عليها ووصل بعض منها لتعظيم قدره الجر ونقل الركاب في السكك الحديديه من جرارات وعربات بكافه انواعها ووسائل النقل الكهربيه الحديثه مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والمترو ومعدات انشاء واصلاح وصيانه السكك الحديديه. احنا فنم عندنا المكنه اللي على الشمال دي مكنة يا فندم اختبار سكك حديدية لأول مرة تدخل عندنا، الحمد لله دخلت ودربنا عليها الناس بتوعنا في النمسا، دلوقتي يا فندم أقدر أمشي أفحص السكة بدون الفحص الظاهري، على طول ده تديني على طول سلامة السكة، على أي أطوال أنا عايزها ممكن تخلص سكك السكة كلها ونفحص كل سكك حديد مصر في خلال شهر واحد نكون فحصين كل خطوط السكة، لا أخش بقى أستنى العامل البشري ولا بص ولا ما بصش ولا مسمار مفكوك ولا بلانكة مفكوكة. كل ده يا فندم ينتم بالمكنه اللي على الشمال دي. طبعا المكن ده يمكن سيادتك عارفه وسيادتك كنت واجهت ان احنا نشتري احدث الماكينات بتاعه انشاء السكه وفج السكه ودكها، ودي كلها سيادتك مكن من شركه بلاسر النمساويه اعظم شركات العالم اللي بتنشئ هذه الانواع من المعدات. ثالثا تطوير منظومه النقل النهري. تطوير هويس المالح لمرور جميع انواع العائمات وتطوير المجرى الملاحي لترعه النوباريه لربطها بالميناء النهري والمنطقة اللوجستية بحوض المتراس وبنهر النيل. ده فن كوبري هويس المالح، ده الهويس
ده سيادتك الكوبري كان كوبري سطحي، سيادتك هتشرفنا وتشوف سيادتك النهارده رفعناها يا فندم فوق على دعامات وعملناها بشكل معماري جميل. ده سيادتك ده ارش جيردر مع ثرو بريدج طبعا ستيل، خلينا الارتفاع الحر ما بين سطح الميه وبين بطن الكوبري 6 متر عشان يسمح سيادتك بالصالات والمراكب دي اللي بتشيل 2 كونتينر فوق بعض علشان نعظم قدره الميناء او قدره التداول في الميناء وقدره النقل من الميناء الى الميناء اللوجستي اللي احنا طبعا كان دلوقتي بيروح الى مناطق لوجستيه اخرى مملوكه لاخرين، ولكن دلوقتي احنا عشان بنعظم المنطقه اللوجستيه زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي بنعظم ايضا الهويز. كوبري السكه الحديد نفسه بنرفعه وبنخليه يلف على صينيه اسفل الكوبري ده بحيث ان احنا نطور منطقه الهويز بالكامل والكباري اعلاها. ده منظر الهويس يا فندم من اتجاه البحر، ده الكوبري لسه ما خلصش او الفرده لسه ما خلصتش، وده السكه الحديد وده الفرده اللي خلصت وسيادتك هتشرفنا وتشوفها النهارده. المناطق اللوجستيه، انشاء المناطق اللوجستيه ومراكز توزيع البضائع مع ربطها بشكل مباشر بالميناء بشبكه متكامله متعدده الوسائط سواء نقل بري او سككي او نهري لزياده حركه التداول في الميناء وزياده المساحات المتاحه للخدمات التخزينيه وربطها بالميناء وتوفير فرص لانشاء لانشطه القيمه المضافه. المنطقه اللوجستيه الاولى بمساحه 273 فدان بتكلفه تقديريه حوالي مليار جنيه بحوض المتراس. ده فن بشكل الارض قبل ما ناخدها كلها كانت ميه طبعا ومنطقه سبخيه وملاحات جنوب شركات البترول، حافظنا يا فندم على شركات البترول وسبنا الجزء كمان حرم ليها لتامينها، ثم بدانا عملنا جساتنا وبدانا نرمي فندم في المنطقه عشان نعمل المنطقه اللوجستيه رقم واحد اللي هتبقى ان شاء الله يا فندم بالشكل ده. اهم معالمها ميناء نهري، وده اول سيادتك مره تقريبا هيتعمل هنا ميناء نهري مرتبط بترعه النبريه ثم هويس المالح ثم البحر المتوسط. على طول البضاعه يا فندم تنزل من ميناء اسكندريه على طول تعدي الهويس تيجي تدخل في الميناء النهري، دي مناطق تخزين بالاضافه الى مراكز تداول للحاويات بالسكه الحديد ان شاء الله اللي احنا بننشئها بشكل جديد. مشكله الموانئ عندنا يا فندم لو احنا عظمنا وسائل تفريغ الموانئ وتداول البضائع في الموانئ احنا ان شاء الله نقدر نزود الطاقه الاستيعابيه ونقدر بالتالي نزود حجم البضائع اللي بتدخل الموانئ، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي يا فندم سواء في المناطق اللوجستيه اللي موجوده في ظهير الموانئ او في المناطق الجافه اللي بتعمل زي العاشر من رمضان والثالث من اكتوبر ومدينه السادات وغيره. المنطقه اللوجستيه الثانيه بمساحه حوالي 12 فدان بنجعاي اسو والالومنيوم، ودي سيادتك المناطق اللي سيادتك صدقت واحنا خلاص يا فندم منطقه نجع اسو بمساحه حوالي 5 فدرين اخلناها بالتنسيق مع المحافظه واخدناها وبنشتغل فيها دلوقتي. نجع الالومنيوم يا فندم خلاص احنا دفعنا كل التعويرات الاهالي وجاري حاليا دلوقتي نقلهم في مشروع بشائر الخير، وان شاء الله باذن الله خلال هذا الشهر نكون مستلمين الارض وبنطور فيها ان شاء الله. بالاضافه الى كل هذه الاعمال في ميناء الاسكندريه والمنطقه المحيطه به ولتنفيذ محور الاسكندريه السخنه جاري تطوير طريق القاهره اسكندريه الصحراوي ليصل الى 8 حارات لكل اتجاه، وتطوير خط السكك الحديديه بشتيل الاتحاد الاباري اسكندريه بطول 227 كيلو، وانشاء وصله المناشي 6 اكتوبر بطول 50 كيلو، وانشاء الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر، وخط القطار الكهربائي السريع السخنه اسكندريه مطروح، واخيرا تطوير ميناء السخنه باضافه 12 كيلومتر ارصفه بعمق 18 متر وبساحات تداول بمساحه 5.6 مليون متر مربع وشبكه نقل داخليه تشمل 14 كيلومتر طرق و10 كيلومتر سكك حديديه. وفي النهايه نعاهد الله وسيادتكم والشعب المصري العظيم بان ننتهي من تطوير كافه الموانئ المصريه ووسائل النقل متعدد الوسائط التي تخدمها في عام 2024 وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات ولتتبوأ مصر موقعها الطبيعي بين دول العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أكمل، هات اللوحة الأخيرة بس. هات اللوحة الأخيرة آخر حاجة منها السخنة. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا بشكركم على الجهد ده وعلى الإجراءات، بس أنا موضوع التوقيتات يعني انا مستعجل اكتر من كده معاكم يعني عشان نقدر نحقق اللي انتم عايزينه. انا حابب بس هنا عند تطوير ميناء اسكندريه وميناء السخنه واقول لينا في مصر، للناس في مصر وللحكومه حتى، على مدى سنين طويله فاتت كان لما نيجي نتكلم على مشاريع زي كده
نطلب مستثمرين مش كده يا كابتن؟ زي مينا دمياط ومينا ومواني اخرى كثيره جدا، نقول ايه تعالى خشوا اعملوا المشروع عشان نطور المينا. طيب وده مسار الدوله مشيت فيه قبل كده وقعدت، فاحنا بنقيم دايما المسار اللي احنا اللي كان موجود قبل كده حتى او اللي احنا ممكن نمشي فيه. فكان كل الكلام دايما يقول لك شوفوا حد يجي يعمل الكلام ده ويديره ويشتغل، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب احنا دلوقتي ما بنعملش كده، احنا بنعمل ايه يا كامل؟ احنا فن بننشئ. لا لا التعبير اللي هقوله لك ما تنساهوش، احنا بنعمل حاجتنا. تمام. احنا بنعمل ايه؟ حاجتنا. احنا نعمل حاجتنا بفلوسنا، يتكلف 10 20 30 زي ما يتكلف، انما بتاع مين؟ بتاعنا. بتاعنا. طب احنا عايزين المستثمرين معانا؟ طبعا طبعا. عايزين المشغلين معانا يا دكتور مصطفى؟ ما عندناش مشكله، انما عشان نيسر علينا وعليهم وعشان المستهدفات اللي احنا عايزينها تتحقق. لو انا جيت النهارده في التحديات اللي موجوده زي مينا اسكندريه اللي بنتكلم عليها، زي نجع اس والالومنيوم اللي احنا بنتكلم عليهم، عشان تقول لحد تعال خش اعمل تطوير هنا واتحرك في الموضوع، هيجد ان دي تحديات مش هعرف اعمل فيها حاجه، مش كده يا كامل؟ تمام. طيب لكن احنا كدوله لما بنخش، طب الموضوع ده محتاج ان احنا ننزع ملكيه وندي للناس، ننزع ملكيه وندي للناس. وعشان كده لما سالتك قلت لك الجزء اللي خلفي ده على التوسعه اللي عايز تعملها، نعمل توسعه وندي للناس. تمام. لكن نعمل الظهير مظبوط عشان النهارده الشق الامني احنا يا دكتور مصطفى بنحطه في الاعتبار في كل اشغالنا يا كامل. ارجع بقى تاني للموضوع اللي انا بقول عليه، بنعمل ايه؟ بنعمل حاجتنا بنفسنا. بنعمل حاجتنا. لما بنقول نعمل حاجتنا بقى المستهدف اللي بنقول عليه الموضوع ده يخلص خلال سنتين، يبقى ايه؟ يخلص قبل سنتين يا فندم ان شاء الله. يعني اقصد اقول يخلص يعني ان شاء الله. لكن لما بنتكلم على ان احنا نطرح ونشوف مين هيجي ونخش بقى في متاهات عقود وكلام من هذا القبيل ويخلص او ما يخلص، ده كان كلام مسار ما افتكرش انه حقق لنا اللي احنا عايزينه. النهارده المينا بتاع السخنه بقى انا قلت لك عشان كده اجيبه، ده المينا ده كان يعني كان ده التخطيط بتاعه مش كده؟ تمام يا فندم. ده التخطيط اللي هو اتعمل من 20 سنه 25 سنه بالظبط يا فندم، مش كده؟ اي فندم. طيب الجزء اللي تحقق منه خلال ال 20 25 سنه هو الحوض الاول، صح كده؟ مش كده يا كامل؟ وحته من الثالث يعني مش كده؟ تمام. طيب وبعد كده الباقي بقى، طب التنميه اللي احنا بننشدها، طب التشغيل اللي احنا عايزين نعمله، طب احنا عايزين ندي فرص للمستثمرين والمشغلين الدوليين ان هم يجوا عندنا، باثر له المشوار لما اعمل انا ولا بطوله عليه؟ باثره. باثره. ثم حاجتي معايا اللي هيديني عرض كويس يتفضل، لكن انا لما اعمل ثلاث اربع مراحل اديهم لحد يعملهم صعب، مش هقول مستحيل انك تجد اللي انت عايزه، صعب، لكن حسب بقى قدره كل واحد. لكن الدوله قصه ثانيه. تمام. الدوله هي كامل قصه ثانيه. طبعا قصه ثانيه. وبالتالي الكلام ده بينطبق على كتير من اشغال ده. طب ممكن حد يقول لي طب ما انت التكلفه الماليه واحنا كده قلقانين شويه برضو على يعني الاعباء اللي الدوله بتتحملها، واذا كان في ديون ولا كلام من هذا القبيل، مش كده؟ مش كده؟ قول لي اه. ايوه يا فندم. اه. طيب يا جماعه كان اتخذ قرار في 2005 مش كده؟ ان احنا نحافظ على ان الدين العام ايه؟ ما يزيدش. ما يزيدش، مش كده؟ تمام. دكتور معايا فين؟ دكتوره هاله، مش كده؟ مش كده؟ طب النتائج كانت ايه؟ النتائج في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل والدوله تاخد مكانها في منطقتها، حقق الهدف منه ولا لا؟ عشان كده بقول اعمل انا المينا، اعمل حاجتي، ولا اطرحها لحد تاني؟ لو الكلام ده بينطبق على خط مثلا القطار السريع، ما احنا ممكن المستثمرين يعملوه، مش هتعرض علينا الكلام ده؟ اي فندم. مش كده؟ لكن فوجئنا ان الارقام اللي هتتعمل بيها الموضوعات ديت ارقام يعني كبيره قوي. كبيره جدا. مش كده؟ طبعا. لكن لما جينا نعمل احنا حاجتنا بنخش في نقاش وبندقق كل شيء ونحقق اعلى مواصفات. ارجع تاني انا بتكلم على مسار للدوله ماشيه بيه، مسار بناء دوله حقيقيه
وارجو ان انتم يعني كمصريين قد لا يشغل كل الناس مينا زي دي او طريق بيتعمل الا اذا كان بيستخدمه، لكن احنا بما ان احنا قلنا ان احنا مع بعض الشعب المصري مع الحكومه مسؤولين عن بلدهم لازم نعرف الكلام ده ونفهمه كويس. المينا بتاع السخنه لو احنا استمرينا على يعني ان احنا ندور على مطورين وممكن اول نتكلم 2030 مش كده؟ تمام فن. ولا يا كامل؟ تمام فن. لا صحيح. تمام فن. طب احنا بنتكلم انا لو النهارده مسار مختلف عما كان الهدف منها ان هي تمتلك قدره حقيقيه ومقومات اقتصاد حقيقيه والنهارده تستفيد من موقعها، واحنا الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا واحنا بنعمل مجموعه الموانئ على البحر الاحمر ومجموعه الموانئ على البحر المتوسط ثم شبكه طرق، لان الكلام يعني لو كمل كلامه يعني بالتفصيل اكتر هنا هيتكلم على الطريق اللي بيعمله غرب المينا مش كده؟ محور التعمير ايضا يعني كم حار من دلوقتي احنا شغالين فيه لما قلنا ناخد الردم ونحطه في في الطريق ده عشان يبقى الموضوع ايه ده وده وده خلص، ما اقولش يعمل للمستثمر وبعدين اقول له احنا بقى نعمل لك طريق والدوله ما تقدرش ايه تنفذه، لا 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 احنا دلوقتي كل اللي بنقول عليه بننفذه ايه بايدينا وزياده. تمام وزياده كده. فأرجو بس إن أنا النقطة دي أنا حبيت أتوقف قدامها معاكم كلكم والناس اللي بتسمعني من المصريين، إن مينا زي كده بنتكلم في 25 30 مليار على الأقل يا فندم مش كده؟ تمام يا فندم. ده عشان نعمله كده. تمام. طب تعالى بقى نخش في يعني وبعدين اللي شغال في مين؟ الشركات المصرية كلها واستشاري مصري والتكريك مين اللي بيعمله؟ مصريين. يعني عايز أقول كل الفلوس اللي بتطلع من الجيب ده تخش في جيب المصريين في إيه؟ في حته تانية ثم تديني كيان على البحر المتوسط اسف على البحر الاحمر بالمستوى ده اللي انا في تقديري ممكن يكون اتاخرنا كتير قوي عقبال ما نوصل مش كده؟ صح يا فندم. بدليل وما اعرفش حد جالك على المينا ده يا كامل؟ ايوه يا فندم. طب ما تقول للناس. انا كنت في سيادتك في الاخر اقول بس بعد كلام سيادتك طبعا ما فيش كلام وما فيش تاكيد، ولكن سيادتك اسمح لي ان انا باكد وده موجود حقيقه هذا النهج يا فندم اتى ثماره. احنا عندنا النهارده يا فندم النهارده مينا اسكندريه اللي احنا ساتك هتشوف المحطه بتاعتها اللي لسه ما خلصتش، احنا متعاقدين مع اكبر مشغل اوروبي اقول اسماء يا فندم شركه سي ام اي وسي جي ام متعاقده معانا يا فندم على تشغيل واداره فقط، احنا المينا بتاعتنا الرصيف بتاعنا المحطه بتاعتنا ملك مصر وهو جاي مشغل فقط لمحطه تحيا مصر. رصيف 100 النهارده يا فندم عندي اكتر من مشغل ولكن اقربهم للتعاقد معانا واحنا لسه يا دوب بنردم فيه شركه صينيه رقم واحد في العالم شركه هاتشسون. عندنا يا فندم في مينا دمياط اكبر تحالف عالمي خط عالمي هابج لويد مع يورو جيت الماني مع كونشيب ايطاليا تحالف كبير جدا يا فندم من يوم ما بدانا يا فندم وحلينا مشكلتنا في محطه دمياط. عملنا مذكرة تفاهم معاهم تاني يوم، النهارده جاهزين يمضوا العقد، احنا فن انا اسف فن في الكلمة، احنا الوقت بنتشرط بنتبغدر انا اسف بالبلد يعني، بنقول لهم طب نزود دولار في الحاوية طب نزود لأن احنا الوقت بنتكلم من موقف مش هقول موقف قوة موقف ثابت وقوي بناء على تنفيذ توجيه سيادتك أصبحت المينا بتاعتنا كل الناس بتتسابق، النهارده مينا السخنة واحنا لسه تاني يوم ما سيادتك أطلقنا العمل فيها بتوجيه من حضرتك تاني يوم اي حد بيجي يقول انا عايز مينا دمياط اقول له طب والباقي يقول انا عايز اروح اخد محطه في مينا السخنه. عندنا النهارده الثلاث مشغلين يا فندم اخواتي اللي موجودين فيها ثم الصينيين ثم الالمان النهارده يا فندم جاهزين يوقعوا عقود ولكن انا ما بقدرش اعمل اي حاجه الا لما يتعرض على حضرتك وحضرتك تصدق جاهزين للتعاقد يا فندم بكره على مينا السخنه ال 12 كيلو جاهزين يا فندم. انا برضو بقول الكلام ده لينا كلنا عشان ناكد ان احنا لما اتحركنا التحرك ده كنا الهدف منه الاول احنا الهدف ان احنا ننمي مصر وندي فرص تشغيل وندي ونحط مصر على الخريطه الحقيقيه لقدراتها الحقيقيه في البحر الاحمر والمتوسط. وبالتالي النهارده لما يجي يتقال في مينا زي السخنه او
او اسكندريه او غيره او دمياط، احنا جاهزين ان احنا نقدم، خلص حاجتنا خلصناه ونفضل هقدم عروضك، ويبقى اللي هيقدم عرض كويس عن ايه هناخده. انا حبيت اقول الكلام ده لكم للمصريين عشان مش عشان تنتبهوا ليه، لا، عشان تعرفوا ان احنا بقول في مسار مختلف عما كان، اللي كان مش وحش، بس احنا محتاجين معدلات عمل وتقدم اكتر كتير، اكتر ايه؟ تمام فهمت. كتير. شكرا يا كامل. اسيادتك اضيف، معلش انا اسف، انا نسيتك، نسيت اقول ان احنا مش بنتعاقد معاه عشان يشغل ودير بمفرده، احنا بنشغل وندير مشاركه. يمكن مش عايز اقول ان رئيس سي ام اي ويمكن الناس موجودين كلهم الاجانب موجودين مشرفينا النهارده، يعني راح لسياده الرئيس اتكلم علشان يضغط عليه عشان نقبل نشاركه. شاركنا وعمال مصريين بنسبه 95% ومهندسين مصريين بعد 15 سنه ستنتقل مسؤوليه الاداره والتشغيل بالكامل للمصريين ان شاء الله يا فندم. تحت امر حضرتك.